السلام عليكم كبيداتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ الصحه بخير. اسمحوا لي طلقت الله يبون شي تاع عاد مشيت مازال كنقلب نهار الناس. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ الصحه بخير. اش تعاودوا عرفتي خطير الصهد؟ اليوم ماشي طاس الصهد الزمط كلش على حوايجيا. تعاودوا بخير لاباس عليكم؟ صحيحة بخير. قري لي كويدة ديالي نور بيكم نور بيكم يا كويدات. كديرين لايك لايك قلوبة سوبر شات اي حاجة جات من عندكم سمنات. يلا دخلوا دخلوا بارطاجيو اللايك دخلوا الحباب دخلوا مرحبا بكم. انا ما عرفتش شنو هذاك لما تصبغ بغيت تحيد هذه وقري لي يلا حقك بغينا فلوك الرياضة. فلوك الرياضة كنت قلت لكم داك النهار ياك قلت لكم الفيديو الا طلعتوه راني هذاك هو باش كنتواصلوا الا بارطاجيتو ليا الفيديو طلع راني غنعاود معكم فيديو نفسه ونبقى ديما انا كنلعب رياضه نهار على اخر ماشي نهار على اخر نهار ونهار لا زعما نبارطاجي معكم الفيديوهات كاملين الحصص كاملين نردرتني ودني الله يجيكم. ولكن الفيديو ما طالعش وزاد اليوتيوب انا ذكرت جدا عاوتاني زيدو عطاو ليا بدون اربح اش غنربح من مورا الا الفيديو طلع خلال 24 ساعه او 48 ساعه كنربح عليه الا ويكون ما فيش اعلانات. ولكن الا كانت طلع على مده وما فيش اعلانات بيني وبينكم ولاش كيفاش انا من الناظور متشرفين. مرحبا بالناس ديال الناظور قريب بالاسماء قري لي بالاسماء باش نعرف الناس ديالي واش رجعوا ولا ما رجعوش حيت كنت قلت هذا سفر ولكن بزاف على السفر وين داهم البيت وين جيهم يا ربي وين جي جميع المسلمين. اش تعودوا بخير ناري عرفتو يا دوك كتبان لي التليفون غريبه ليا
هي الصراحه بان لي ديك مرحبا بالناس بالجاليه المغربيه، مرحبا بالمغاربه ديالي العزيز. تشفق راسي فيما كانوا، يا في اوروبا يا في بلادنا يا في جيراني فيما كانوا، ربي يحفظهم ليا يا ربي، راني نحماق عليكم وبجميع الدول العربيين، وخوتنا المسلمين، خوتنا الجزائريين، مصريين، السويد، امارات، اي دوله اسلاميه كتابعني وما تكونش غير مسلمه مرحبا بيا، الله يحفظكم ليا يا ربي. شنو قلتي؟ امراه خطيره جدا وعادي. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك. السلام عليكم، محمد امين. محمد ايش؟ امين. محمد امين، متشرفين اخويا، مرحبا بك، مرحبا بك عندي في اللايف. واللي دخل اخوتي يدير جيم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشارك، الله يحفظكم ليا يا ربي. وكنطلب من الناس القدام ديالي، الحباب ديالي، خوتي العزاز اللي طلعوا لي قناتي، اللي تشاركوا عندي في القناه، يديروا تفعيل الجرس فيما نلوح شي حاجه يشجعوني ويتعاونوا معايا. الله يحفظكم ويحفظ لكم صحتكم يا ربي، امين. وراني كنترجاكم ماشي كنامركم، من طبيعه الحال نتوما عائلتي الثانيه، الله يحفظكم ليا. ما سمعتك اختي. انا بلاصه في مراكش وريكا. احنا شلوح، مرحبا بالناس، احنا خوت كاملين، يعني كيعرف كيشلح، كيبقى غير كل واحد ومنين وصافي. قريه تخليش التعليق يطلع، راك يطلع دغيا. كذبتي. شكون اللي كذب اخويا؟ انت كذبتي. فاش كذبت؟ ولكن شرح للناس فاش كذبت، ماشي غير كذبتي ها 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 ها. قرية شنو غايقول فاش كذبت؟ فراسك انا فحالي هزيتي مرايا لوجهك، حيا هزيتي مرايا وشفتي فيها وجهك، وقال لك واحد جا واحد اخر موراك قال لك ماشي انت هذاك، غير سولني ما يوقعش التفاهم وصافي، اما كذب ما كاينينش. يلا قول لي باش فاش بقيتي كتسكني في بوريك؟ صافي صافي كدبش، فاش قلت لك كنسكن في وريكا وفين كنسكن اخويا؟ يلا انت اللي ما كتكذبش فين كنسكن، مضطر تقول للناس فين انا كنسكن. ايه الجمال والحلاوه ديك محمد، الله يحفظك خويا محمد. يلا محمد امين، يلا قول للناس فين انا كنسكن، انا ما عنديش مشكل، اللي كيعرف عليا شي حاجه يبلاصه. بحال واحد الوحدة دخلت عندي قالت لي علاش ما تهضريش بسميتو، علاش ما تهضريش بالدارجة ديال مراكش، انا كبرة في كازا يعني راه ما يمكنش تشدي، ما غاديش نكون بهجوية من طبيعة الحال. انا عارفه باش نجيو نخطبو. كيفاش؟ وانا عارفه باش نجيو نخطبو. اش تخطب بنتي؟ مازال صغيرة. شكون اللي قال شحال هاد الكلمة اللي قال لي كتبتي؟ اصلا انا الناس اللي كيكذبوا ما غنتناسبش، اللي كيقولوا لي راكي كتكذبي ما غاديش نتناسب معاهم. اشنو هذا الصداق؟ كتبتي هي الصداق؟ لا هذاك ما كنعرفش. وانت تغلطي؟ عفوا اخويا عفوا، العفو 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 راه ظلماتك. المهم دخلوا دخلوا مرحبا بكم، والله يحفظكم ليا يا ربي. المهم كيف في كلا حالتين احنا كلنا مغاربه، وكنا في المغرب، كيسكن في مراكش مرحبا بيه، اللي كيسكن في كازا في الرباط فيما كتب مرحبا بكم. هضرت على جيراني ما هضرتش على الناس اللي بعدي. تحياتي للصحراء، تحياتي للناس ديال الصحراء. واحد الاخت تضرت لي تحياتي ليك. منين من الداخله، من الداخله شحال هادي من ما دخلت عندي ارتو، راه بزاف ديال الناس ما بقاش دخلوا عندي من العيد الكبير، ما عرفتش واش الناس سافرات، ما عرفتش اش واقع، شي عناصر كنقلب عليهم ما لقيتهمش، بحال كريم، بحال كريم اللي كان كيدخل كاين الشطنه، داك اللي كيقول لي راك كديري الشعر الشعر ماشي ديالك. الصراحه يلا
هذا لك انت. بغيت نسافر للكادو ولكن ما عنديش عنوان. قلت لي كادو ما عندكش عنوان؟ صيفطوا لي البوسطه وقولي عليا اش من نوع الكادو. لكن شي كادو كادو نمشي ليه فيما صيفطيه. صيفطي فيه رساليات واعطيني العنوان الرساليات اللي صيفطي فيه ونمشي ناخذو. ولا كان شي كادو صغير تجيبو قيمة الطاكسي انت كلك كادو ماشي مشكل. المهم شكرا راك بحال صيفطيها نقول لها كادو كتشرطي دخلت عليك بالله واش كادو كتشرطو عليه الناس. كنتشرط عرفتو علاش حيت ما عنديش باش نمشي في الطاكسي ونجيبو. كنتسنى شي ناس مخاصمه معاهم باش يدخلوا ولا ما يدخلوش. اي راه غيدخلوا ولكن يقدروا يدخلوا بشي ايميل اخر. مرحبا اجمل امراه في المغرب على من. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا اخويا شكرا اخوتي المصريين. عرفتي اعطاكم ربي واحد اللسان يا سلام. عمر شي مصري ما قال لي شي كلمات العيب وما عمر قال لي علق لي شي تعليق خايبه. جميع الناس ديال مصر يا عيالات يا مراوات بغيت نقول لكم يا عيالات والرجال تبارك الله ما شاء الله لسانهم حلو. بنتي اين بنتي علاش كتهضر الكبيره ولا الصغيره؟ يعني بنتي عندها شهر 9 شهر 9 راه دخل 10 في 9 غتكمل 4 سنين. عيد ميلاد بنتي 10 في 9 كانت الوقت مناسبه راني غندير عيد ميلاد وغنصوروا لكم. ما ساعدتنيش الظروف. المهم كيف قلت لكم وكيف كنقول لكم ديما احنا خوت وراني كنحسبكم عائلتي الثانيه. في كل حاله ديما غنصور الا ما لقيتش باش ندير ليها عيد الميلاد غندير ليها شي حاجه اللي هي بسيطه وبسيطه بزاف نقدر نخرج نشعلها حلوه وغنصورها معاكم. المهم غنخليها تفرح وتعقل على عيد الميلاد ديالها امتى كان وما يهمش شنو غندير ليها. لحقاش هي مازال صغيره يعني 4 سنين راه اللي درتها غادي تفرح. ايوا دخلوا قبيداتي راني مخليه شغلي وجايه مفرعه هنايا شو انا كيسحب لي كلمه مع حد هنا تبان لي رجلي ولكن سي با غاف ما غاديش ريلي نوض ريلي نوض واخا دايره معاكم جلسه الجرانه. بعد الخطرات شحال من مره كيوقع لي واحد المشكل كيسحب لي واش انا شاده راسي غير من النص حتى كنت كدير واحد تقريبا واحد 2 سوايع او اكثر عاد كيطلع عندي اللايف انا حيت ما يمكنش ليا نشوفو في تليفوني. وملي كيطلع عندي اللايف عاد كنشوف راسي كنبقى نضحك. وما لكم سكتو خصني نسكت باش دوي وير يا خويا سهل اللي بغى يصيفط ليا الا حطيت رقم حسابي راه فيه كنيتي كنيه راه ماشي ديالي بوحدي. نوضوا ليا خوتي نقولوا ليا جمعي راسك راك شويتينا كثر ما انت مشوانه راه سهله السوبر جات تلحوا ليا اي حاجه راني دايره حاطه لكم يعني راه كاين ادسن السوبر جات تلحوا ليا فلوس كتلحوا في ادسن كي ادسنس كيبرتي ليا داكشي اللي لحتو في الكونت ديالي حيت ماشي رأيه نتا ولد الناس الله يرحم لك الوالدين والله يحفظك يخلي لك والديك لي باوك وواحد اخر وواحد اخر ولكن راه غيدخل واحد خايب او وحده كاين اللي كيدخل اخويا كيقلبوا غا على كيقلبوا غا منين يشدوك وكيقلبوا غا منين اديوك ولكن بيني وبينكم عاملين خارج وعاملين طالع نهضر معاها هذيك الفئه اللي كتقلب عليها مشاكل والله ما كتهموني والله كتقول لي بغيتو صيفطوا اللي بغيتو ديروا اللي بغيتو مي بارا راه ما تنساوش راه كاين واحد الحاجه
كيقول لك الفاهم يفهم واللي ما كيفهمش راه ما عمره غيفهم. مازال انا هنايا بوجهي ووجهي حمار، علاش غادي تهمني انت ولا انت؟ راه ماشي كيجي بنادم كي سيها ودار واحد الحاجه راه قرا عليها 100 حسبه حسبه عاد دارها، والوقت اللي كيديرها داكشي اللي كتقول ليه حتى راه ما كيدخل لا معنى ولا كخرج منها. ما كنهضرش على كويداتي، على الفنات ديالي، على الحباب ديالي، على العيالات الميمات خواتات العزاز اللي كيدافعوا عليا وكيشجعوني الله يحفظهم ليا يا ربي. حتى اللي ما كتبغيش تخلي ليا التعليق كدير ليا مشاهده، كدير ليا لايك، كدير ليا اشتراك، راني تنعرف حباباتي الله يحفظهم ليا يا ربي. وكاينين شي وحدين برزتين ريسهم بيني وبينكم غادي غيخرج لكم الشعر ديال اللي غيخرج لكم من الراس الا قابلتوني. يلا انتي احنا باش بدنا عاود تاني، يلا انتي باش حسني مني، انا دايره فيديو وعندي هدف وعندي واحد الدفاع اللي خلاني ندير هذا الفيديو، وانتي اش اللي دفعك، اشنو اللي دفعك باش تدخلي لعندي؟ المشكل ما كتعرفي حتى تهضري. سمعتي الخميميجه، الخميميجه اللي كتخلي ليها اللي كتخلي لي اشنو كتبات لي هذيك ديال البارح؟ عرفت تهضري راه جمال دري ولا ما عرفت دري؟ المهم انا بعد الدرن عادي واخا ضنيت واخا انا هضرتها قالت لي كاع اشنو تذكري كاع درتي لي يوتيوب ولا ما عرفت شي حاجه بحال هكا. تحياتي للاخ اللي دخل عندها او عنده جاوبو قال لي هاش مشى ليك انت ولا ما عرفتش. المهم رجعو في الفيديو اللي لحقت البارح قولوا لي فين مشيتو، مشيتو تربتو شحال ساعه؟ شوف طلعوا ليا الكاز وقفت العشره انا حبس اللايف عاوتاني بحال ذاك النهار، راني مغيره لكم البيت وناويه نشد معكم اللايف حتى لجوج الليل. قولي انت عندك الحق باش ديري لي ساعتين باش نساعدك ديال التصوير، ولكن انا ما دخلتوش وما طلبش وما طلعش اللايف يمكن لاش بارطاجي ودخلت عليكم بالله. دابا شحال من واحد داخل عندي 36 واحد ياك ديزنا قولي ليا اش بغيت نقول لك كتلفيني كنهضر مع الناس كتلفيني. قولوا لي هذا سميتو واش ما عندكمش الاصدقاء؟ انا نعطيكم الحل والله حتى حل واعر ليكم وليا، ما عندكمش الاصدقاء، ما عندكمش الصديقات، ما عندكم حتى واحد مع من تبارطاجيو اللايف، بارطاجيو مع باباتكم اللي عنده شي باه زواني بارطاجيو بارطاجيو مع اللايف. شو هو فوا يدخل حد الناس الكبار وما غتبقاوش نتوما الشباب ما غتبقاوش بلاصه نهائيا، الناس الكبار راه النيه ومعاهم البركه عندكم غير صحاب ليكم. مره واحده يتفرجوا في اللايف ديالي دخلت على قبل الله انت شي واحد يبارطاجي مع باه، مره واحده يتفرج في اللايف ديالي غيدير ليا جيم وغيدير تعليق زوين وغيدير ديك تفعيل الجرس اشتراك وغيبقى ديما يتبعني وغنعرفو وغيكتب ليا. اقسم لكم بالله زعما كنت كنضحك ياك، ولكن دابا ذكرت واحد الحاجه. شو واحد السيد واحد الرجل مخلص اقسم لكم بالله وبغيتكم تدعيو معاه، عرفتي مسكين الرجل كبير دخل عندي شحال هادي وديما تينصحني ديما تينصحني وديما تيهضر معايا زوين، وعرفت شنو هو الدرجه تيقول لي يا بنتي، تيقول لي يا بنتي ديري هادي وديري هادي ولا خاصك شي حاجه نتعاون معاك. يا ربي يا ربي تسمعي في الاول كنت خايفه منه قلت شنو فاتهم الكار مع الشيطان الشيطان علاه قال لك فاتهم الكار. تحياتي للوالدين الكبار ومواتنا وبواتنا، هذا الشيطان قال لك فاتهم الكار واش وادي واحد مرة فوتنا حتى حنا شكرا ربي الحمد وراه غادي غادي راه حنا راه موراه وكلشي راه عليه. لا لا ما فاتهم الكارما والو، اللي كيعرف يعيش الله يعيش هو كبير، وما كيعرفش يعيش هو خا يكون شباب، خا يكون الشباب راه تيكون العقل ما كاينش كيصالش ما كيعرفش يستغل الفرصه.
كيف قلت لكم في النوبل الاولى ما كنتش كنجاوبو، خايفه منه، قلت او راه راجل ما تهضرش لكم على راجل الستينات او راه كداو 70 عام. على ما قال لي، المهم انا كنقول ليه با فلان بلا ما نقول سميتو يقدر يكون عندي هنا. المهم اخويا كنعتذر الا كنت قلبت وجهي في الاول، غير انا ما كنعرفش نتعامل مع الناس الكبار، ما عرفتكش النيه ديالك شنو، انا ما خفتي يقول لي شي حاجه وما تعرفش راه بنادم انا. ولكن الصراحه فاش تنهضر معاه نصحني شي نصائح ما تنقاومش، واخا تهضر مع 100 واحد صغير ما عطيتش ديك النصيحه، وعطاني بزاف ديال الحلول، لدرجه عطاني واحد الحل، الحلول عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. انما الناس العقل راه كيحتاج واحد اخر، بالاخص والدينا الكبار راه ضروري كتسمعهم على غفله، كيصحاب لك ان راهم تيقولوا والو، ولكن ملي كتعطيهم عقلك وكتحلل داكشي اللي كيقول لك بتاركتك راه كتلقاهم فعلا راه عندهم صح. شي حوايج كتقراهم حتى العمام السنين، وهما قراتهم الدنيا، حفظتها ليهم الدنيا، وتتقرا حتى الاخر وتتسدي وما تخلي ما دير على ديك الحاجه، في الاخر تتلقى والديك عارفين والله. ولكن حنا المشكل ديالنا الراس يابس ما كنسمعوش. ايوا قولوا لي اللي ما دخلتوش نقول لكم باي باي احسن ما قالك. دابا هادو اللي كيدخلوا ما كيقولش، اللي كيخرجوا ما كيقولوش ليا تصبحي على خير، واش مخاصمين، واش ما عجبكمش الحال، اش واقع اختار الصح الصح ديال بصح. وفينك كريم تقول لي عاوتاني ماشي شعرك، شو شعري شو، ولكن لابسه الكحل ما غيبانش لكم، تدير شي فيديو ونوريه لكم شعري طوال ليا غنقطع عاوتاني طوال، تبارك الله دغيا كيطول ليا شعري والله ما عرفتش، واحد المشكل اللي كيعرف شي حاجه يقول لي كيطول حتى كيوصل لحد هنا، كيوصل للحزام كيحبس، واخا يبقى تما عام عامين ما يفوتش ديك البلاصه، ما عرفتش شنو المشكل. سديتيش الباب ولا مسدود كنت خاصه. ايوا كبيدات جنجمو جنجمو اللايف خلاها راجل البدوي، وانتم جنجمو لي هاد الفيديو هذا، بغيتكم تجنجمو. تحياتي ليه، انا ما كنبرش على الناس. رقم الهاتف هو اللي كاين في القناة ديالك، قلب عليه في القناة راه كاين، ديما كنحط لكم النيميرو ديال التليفون ديالك، والناس اللي ما تعرفش يهضروا راه واخا ياخذوا الرقم، راه كيف قلت لكم انا راني فالا، تاخذوا تعيطوا ليا، هو ما غاديش تعيطوا ليا من طبيعه الحال، غادي تخليوا ليا في الواتساب ياه، اللي خلى ليا شي حاجه خايبه كندخل كنسيب خيمي وكنبلوك المولى ما كنشوف حتى حاجه، واللي خلى شي حاجه زوينه الا ما جاوبتوش كنعتذر، راه غير ما شفتش او ما كانتش عندي الوقت ديك الساعه او نسيت شي حاجه بحال هكا كنعتذر، انما راه غير النهار اللي غادي نجاوب كنجاوب الناس اللي مزيانين ومربين تعرفوا يهضروا ويعرفوا يكتبوا تنجاوبهم، والناس اللي كيدخلوا كيتفلاو او كيلوحوا شي فيديوهات ماشي التلهيه ما كنشوف حتى حاجه، غير فوا كنشوف لقطه صغيره ولا كنسمع شي حاجه فوديو شي حاجه قليله كنجبرو باش تعرفوا. اللي قال لك كذبت ما بقاش تخليه انت باين عليك ساكن معايا في عماره والله يا ربي عرفتي ولا رجلي انا ما تنقدش نتناها، عرفتي مولفه كانت تحتت مع صاحبي الرجل اللي طحت عليها في البحر موريتهاش لكم واقيلا محاش مكنظنش ليا سيري ضربي طليلة عطيني التليفون واخا مكانش نضربي يلا جنجموها راه صاحبتي ناظر ريا عرفتو كتنمل عليا رجليا واه يا ربي
يلا كبيداتي غنقول لكم باي باي عليكم، تصبحوا على خير، الى اللايف المقبل ان شاء الله. Thank you.